إلى عمان حيث دام الكردي دام. هناك يعني ترقب لقطرات الثلوج في الضفة الغربية، ولكن في الأردن بالفعل سقطت الثلوج. ما هي الأجواء لديك والصورة؟ شروق، بالفعل بدأ تأثير الكتلة الهوائية المصاحبة للمنخفض الجوي القطبي في ساعات الأمس. الزائر الأبيض بدأ في مناطق الجنوب وفي بعض المرتفعات الجبلية، من المتوقع أن يستمر ويتعمق تأثير هذه الكتلة الهوائية في ساعات ما بعد الظهر، ليزور الثلج كل المناطق الأردنية، كل المرتفعات التي تزيد عن 900 متر، وبالطبع في معظم مناطق المملكة تزيد عن هذا الارتفاع، وبالتالي من المتوقع أن تشهد كل مناطق المملكة تساقط للثلوج خلال اليوم وساعات الليل وغدا صباحا. لذلك فإن وزارة الأشغال العامة رفعت جاهزيتها وأمانة عمان الكبرى وجهزت الكوادر والسيارات الخاصة في حال أي طارئ. من جهة ثانية، كوادر الدفاع المدني تنتشر في مناطق الجنوب وفي مناطق المملكة تحسبا للفيضانات التي قد تحدث في المناطق المنخفضة، بالإضافة إلى الطرق. هناك طرق تم إغلاقها، طريق العماري، طريق أرصيفة تم إغلاقها بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية وأيضا بسبب تشكل السيول والمنخفضات. لذلك فإن الحالة الجوية لم يشهدها الأردن منذ بداية هذا الشتاء. درجة الحرارة وصلت إلى الصفر المئوي، ولكن الحرارة الملموسة هي 4 ما دون الصفر، ومن المتوقع أن تنخفض أيضا إلى 1 أو 2 ما دون الصفر خلال ساعات اليوم وساعات الليل.